مشاهدين طقس العرب، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحن الآن في محافظة إربد، الأجواء حقيقة شديدة البرودة، الرياح خفيفة في أجواء المحافظة مع ظهور للسحب المنخفضة ولا أمطار حتى الآن. كان معكم مندوب طقس العرب من محافظة إربد، شكرا للمتابعة. متابعينا طقس العرب أسعد الله مساءكم، في تغطية مباشرة للأحوال الجوية في مرتفعات الشرعة في جنوب المملكة، حيث تشهد المنطقة تساقط للثلوج غزير أحيانا على فترات متباعدة وسط أجواء شديدة البرودة وتشكل واسع للإنجماد. درجات الحرارة الآن تسجل تقريبا درجة إلى درجة ونصف تحت الصفر، مع تساقط غزير نوعا ما للثلوج الآن كما نشاهد. هناك تراكمات محدودة، بينما المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1500 أو 1600 متر تشهد تراكمات جيدة والطرق فيها سالك بحذر شديد. احنا حاليا على ارتفاع 1450 متر، درجة الحرارة درجة ونصف تحت الصفر. المرتفعات العالية أو القمم العالية اللي تصل إلى 1700 متر تصل فيها درجة الحرارة في الوقت الحالي إلى تقريب 4 درجات تحت الصفر، تعمل على تشكل انجماد واسع في معظم المناطق لواء البتراء مرتفعات الشرع. نلاحظ هنا الانجماد، الثلوج المتراكمة، هون الثلوج المتراكمة على السيارات يعني متجمدة بشكل رهيب جدا. شكرا على المتابعة ويعطيكم ألف عافية. متابعينا متابعين طقس العرب، نحن الآن متواجدين في الطفيلة بالتحديد منطقة العيس، ارتفاعها 1280 متر على سطح البحر. تشهد هذه المنطقة الآن تساقط كثيف للثلج، معكم محمد السبايلي. طبعا المسير على الطرقات بحذر شديد، درجة الحرارة متدنية تقريبا صفر الآن في العيس، وتشهد هطول الثلج. من منطقة طلع العلي الآن الساعة 9:20 تقريبا، استمرار تساقط الثلوج، ثلوج خفيفة إلى متوسطة. أصبحت لال علي حاليا بيضاء. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة، هنا متواجدين في منطقة خلدة على ارتفاع 1070 عن سطح البحر. كما تلاحظون أجواء شديدة البرودة، ثلجية، هنا اكتست المنطقة في حلتها البيضاء في هذا المساء الخير، ثلوج متراكمة بشكل طبقة بسيطة على معظم طرقات شمال عاصمة عمان ومنطقة خلدة. نتمنى السلامة للجميع، ونحذر هنا في طقس العرب من الانجماد المتوقع من قبيل منتصف وبعد منتصف هذه الليلة وساعات الفجر الأولى، وندعو السادة المستمعين والمشاهدين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
لطقس العرب مندوب طقس العرب عامر قحطي. اتمنى لكم السلامة العامة. شكرا لكم.